فؤاد، يعني وفي سياق أهمية هذا المنتدى، منتدى البحرين العالمي، وما يتيحه من فرصة لمناقشة الحلول وتبادل للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، هل استطاعت الدول العربية أن تطرح وجهة نظرها في هذا الموضوع؟ بصراحة المشاركة الأساسية كانت طبعا دولة البحرين ودولة قطر، بممثلة كان بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة الأستاذ عطية. فعليا نحن لم نطرح مشاريع من عنا بهالمؤتمر، كيف بدنا نتعاطى مع الموضوع. ما في شك اللي تفضل فيه الوزير فيخوري انه البلاد العربية، حضرتك سألتي انه ليه لم تتأذى بالشكل او كان في تفوت بشكل اقل بكثير، لانه نحن استثماراتنا باوروبا وبامريكا كانت خفيفه. يعني نحن عدم قدرتنا على الاستثمار بالخارج نفعنا بهالازمه هي، لانه كانت معظم استثماراتنا بالداخل، يعني معظمها كان مشاريع داخليه. ولماذا لم تتاثر الاستثمارات الداخليه في الداخل؟ لانه نحن معظم دخلنا هو النفط، والماده اللي عم نتاجر فيها هي الاراضي، ونحن طول عمرنا بالبلاد العربية الأرض هي الموضوع الثابت من هلأ من ورثته للأجيال القادمة، وبعده الأراضي والقطاع العقار بالعالم العربي. تركي دبي على جنب، يعني دبي دفنتلي وصلت لمرحلة عالية من القيمة الفعلية. معظم الدول العربية العقار بعده لا يمثل أكثر من 50-60% من القيمة الفعلية، لهذا يمكن عمل الأرباح بعد بقطاع العقار بالعشر سنوات القادمة. أنا بعتقد الشيء اللي عم تتفضلي فيه لازم نطلع فيه لبعدين. نحن لا، أنا بعتقد ما المنتدى الثاني والقادم أو الدورة الثانية لهالمؤتمر هذا يجب أن يكون هناك فيها مشاركة عربية أكثر، وعملية طرح مشاريع من المنطقة، مش فقط اللي هي مشاريع البنية التحتية. مشاريع البنية التحتية مشاريع صرف للتحضير لحتى ننهيها تنقدر نستثمرها بمشاريع انتاجية بالمرحلة القادمة. بس الوقت عم يمر، ويجب أن يكون هناك في سياستين، سياسة انتاجية لعملية إدخال مثل ما عم تعمل دولة قطر مثلا بموضوع الغاز والبترول، ومثل ما عم تعمل المملكة العربية السعودية، أبو ظبي في عندها مشاريع جاي. إذا بنطلع اليوم على المنطقة، أنا عم أتطلع من إيران لتركيا مصر للمغرب، يعني هالشرق الأوسط أو الشرق الأدنى، في عندك 2 تريليون دولار مشاريع ضمن التصميم للتنفيذ. في مشاريع كتير جاي اليوم، نحن في اذا متوقعين انه ان السكان العالم صفوا 8 مليار اليوم، نحن هناك افرازات كثيره، هناك تداعيات جمه خلفتها الازمه، ومنها تغير موازين القوى العالميه بشكل عام. يعني كيف ترى تاثيرها على دول العالم، وهل التاثير اقتصادي فقط ام انه اقتصادي سياسي في نفس الوقت؟ ليس هناك فقط اي تاثير اقتصادي بلا مردودات سياسيه بالنتيجه. اليوم الاقتصاد مربوط بالسياسي بالبلاد الناميه والبلاد المتقدمه بنفس الوقت. أنا الشغلة الوحيدة اللي بعتبرها كانت إيجابية بالنسبة لنا هو لما صار في قناعة عند الدول الكبيرة أو الدول اللي كانت G7 وبعدين صارت G8 إنه هني لوحدهم بنفسهم لا يمكن أن يحلوا المشاكل والأزمات، مما اضطروا أن يكبروها G14 وبعدين G20، وطبعا إضافة إلى دول أخرى، دول أخرى، بس إنه فعليا G20 بلس 6 هي فعليا 26. هلأ لما استدعيت أو لما طلب من المملكة العربية السعودية ومصر للمشاركة، هيدا خطوة إيجابية بالنسبة لنا، لأنه بالماضي لم يكن هناك أي تمثيل عربي فعلي ضمن هالمؤتمرات الدولية. وين المشكلة؟ كل ما بتكبري أي مؤتمر وبيكتر اللعيبة فيه، بصفي أخذ القرار بصفي أصعب. يلي امبارح كان من الأشياء اللي بحثت بالمؤتمر أنه يجب أن تخفف الأجندة تبع المؤتمر G20 لحتى ما يكون فيها تفاصيل كثيرة، لأنه لا يمكن أن تضعي كل هالبلاد تياخدوا قرار موحد. بينما إذا منحط الخطوط العريضة يلي يجب التوافق عليها، بعتقد بتكون خطوة إيجابية. من هون أنا بشوفها أنه فاتت الدول العربية والدول النامية العربية ضمن إطار هالمجموعة يلي صفى القرار، عم تشارك بالقرار بمعزل أنه المشاركة صغيرة، بس اليوم هي مشاركة أحسن من الماضية اللي ما كانت مشاركة بالمرة. برأيك يعني هل سيسمح لهذه الدول ذات الاقتصادات الناشئة أن يكون لها دور أكبر، يكون لها نفوذ اقتصادي أوسع في المستقبل؟ كلنا بنعرف أنه المحافظ السيادي السوفرين فاندز كان بالإمارات ولا كان بقطر ولا كان بالسعودية، لما حاولوا يوسعوا استثماراتهم بالخارج صار في نوع من ردة الفعل
الأوروبية والأمريكية لمنع هذه المحافظ من الاستثمار بما سمي بالمرافق الأساسية أو المرافق الحساسة بالنسبة لدول الغرب. اليوم بعتقد بالوضع الاقتصادي سوف يسمح للمحافظ السيادية أن تستثمر لأنه عايزين الكاش، والكاش والسيولة موجودة عندنا. لكن اليوم في إمكانية للتعاطي، بس نحن كدول عربية يجب الاختيار والانتقاء ما هو يفيد بلادنا، مش بس فقط بالاستثمار لمساعدة الدول الغربية، كيف فينا نستعملها لحتى نحسن من الوضع التقني والتطوير التقني الموجود عندنا. لأنه اليوم المعركة المستقبلية هي من عنده التقنية حتى يسرع بالإنتاج ويغير بالإنتاج حتى يرد ينجح فيها. لأنه اليوم صفت عملية أنه فينا نحسن فيها. أمريكا ما هي قوة النظام الأمريكي، هو إمكانية العلم المعرفة والتقنيات الموجودة عندها، لأنه كلها 300 مليون نفر. بالنتيجة هالتقدم التقني الموجود عندهم هون، نحن إذا المحافظ السيادية يمكن أن تستثمر بها القطاعات يلي فينا نزيد من التقنية تبعت بلادنا، بعتقد فينا نسرع بكثير من دورنا باللعبة العالمية. أن يكون هناك دور أكبر لاقتصاديات مثل هذه الدول، ألا يمثل تهديد للدول الكبرى المتقدمة؟ يعني أن هذه الدول مضطرة، لن نقول لترك البساط، يعني ربما مبالغ فيها أن نقول ترك البساط، ولكن ربما هل هذه الدول مضطرة بالفعل لدخول في شركات مع دول نامية ولا تمتلك خيار آخر؟ طبعا لك نحن اليوم الأصولية اللي شفناها مدة آخر 20 سنة يلي تفشت بالمنطقة كلها هي تنبع من وضع اقتصادي سيء، وتنبع من عملية اتهام الشباب والشابات اللي عنا بمجتمعنا انه كونه انه جاي من المنطقة يمكن ان يكون انه ينحط بوجه انه اقرب للإرهاب. كيف نغير انا هالموضوع؟ الطريقة الوحيدة اني غير هالموضوع وخلي هالشباب يعترف انه العولمة هي لمصلحته مش عملية ضده، بدي فرجيه انه في مربحية من عملية التعاطي مع الغرب. اليوم الغرب إذا بده يعزلنا بالكامل طول الوقت عن الموضوع، هالجيل الجديد اللي عم يطلع، يا ستي نحن بسنة 2020 رح يكون 420 مليون عربي، 67% من 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 شبابنا تحت عمر 24 سنة. إذا هون ما استوعبناهم وخليهم يشوفوا إنه عندهم مصلحة بعملية الانفتاح، هو المادي بالآخر للتطرف. لكن الغرب صفى شايف أنه ما عنده مصلحة إلا تيعمل هالشراكة تيغير الصورة يلي بالآخر فرضت على المنطقة من التسعينات. وبدورك يعني دول المنطقة أو الاقتصاديات الناشئة، يعني هنا سؤال مهم أن يطرح نفسه، هل هي قادرة بالفعل على المساهمة في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، بل وعلى توجيهه كذلك لمصلحتها كما ذكرت قبل قليل؟ أنا بعتقد صرنا شايفين خبرات كبيرة موجودة بالمصارف المركزية وبالمراكز القرار الاقتصادي بالبلاد العربية، وهالأشخاص شاركوا بالبنك الدولي وشاركوا بمؤسسات كبيرة يلي اليوم عم ترجع لوطنها للمشاركة بأخذ القرار. أنا بعت الكفاءات موجودة عنا. اليوم صرنا شايفين في انفتاح أكثر من القيادات السياسية والحكام على أهمية الانفتاح الاقتصادي الموجود فيها، ومن هون أنا بعتقد ماشيين نحن على الطريق الصح. وإذا وصلنا لهالطريق بصفي عملية تطبيق يلي عم نشوفه بكثير من الدول العربية، ابتداء من السعودية مرورا بالبحرين للإمارات، فيها الانفتاح يلي عم يصير يلي بيريح الشباب وبيشوفوا انه الدولة عم تحافظ على مستقبله ومستقبل اولادهم. من هون بنشوف عملية المشاركة فيها، وهون أهمية المؤتمر برجع بقول. يعني ما حجم مشاركة مثل هذه الكفاءات في هذا المنتدى؟ كنت شفنا فيه، انا كنت عم بتطلع عم شوف في كثير شباب يلي عمره تحت الأربعين سنة يلي هي مهمة. نحن مشكلتنا بالماضي كان نحضر المؤتمرات معدل العمر فيها فوق 60، طيب عال ما هذا خدم حربيته يعني، هلا بدنا نطلع على الجيل الجديد. وهون يلي نحن بدنا نشجع، وانا كان كلامي مع جون شيبمان رئيس المنتدى انه يجب تشبيع الكادرات الشبابيه للمشاركه تتحس حالها انه شريكه بالمستقبل. ما لازم تكون الكادرات الشبابيه فقط مستفيده من القرار، لازم تحس حالها مش شريك.